قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل جديد. وحب أقولك ان دي الحلقة اللي قبل الأخيرة من أعظم مسلسل في التاريخ. آخر حاجة شفناها في الحلقة اللي فاتت لما جيرو وأصحابه كانوا ماشيين في وسط جيش من الزومبي وكانوا خايفين يمشوا لأن جنود الكومن وولث كانت محاطة المكان. وأخيرا ماجي لقيت ابنها هيرشل، لكن روزيتا كانت هتتجنن علشان ما لقيتش بنتها كوك. وكمان لما يوجين اتحكم عليه بالإعدام ميرسر قرر انه يقف معاه ضد باملا. وبتبدأ حلقتنا وكل الموجودين بيلموا حاجتهم بعد ما حرروا ألكسندريا، والمفروض انهم يجهزوا علشان يروحوا الكومن وولث علشان ينقذوا باقي اصحابنا. جابريال بيسال تايلر عن مكان الاطفال، قال انهم لما كانوا محجوزين كانوا بياخدوا الاطفال في مكان في المدينه، لكن فين بالظبط مش عارف. ونجم بيقول لماجي انه مش هيرتاح غير لما يقتل باملا، وان عاوزها تكون معاه لان مفيش حد هيوافق غيرها، لكنها بترفض، وده بسبب ماضيهم اللي زي الزفت. وتقريبا نيجي ندمان على كل حاجه عملها. بعدها بيسلم على المدام وبيقول لها سلام، وديرل وكيرل بيجهزوا علشان يمشوا. فجوديس بتقول لهم انهم لو ما اخدوهاش هتصوت وتلم عليهم الناس، فبياخدوها ويركبوا القطر ويمشوا. والناحيه الثانيه بنلاقي ميرسي هرب يوجين ووداه عند ماكس ويوميكو، وبيقول لهم انه ورضاش يقول لهم انه هيحرره علشان يفضلوا في امان. بيقول لهم كمان انه بيجمع فريق علشان يقفوا معاه ضد باملا. ساعتها يوميكو بتقول له انها هتوفر له الوقت بانها تشجع الناس ضد باملا وظلمها، وبيخبي يوجين ويمشوا عشان ينفذوا خطه. واخواتنا روزيتا وجابريال بيكونوا ركبوا القطر ورايحين الكومن وولث عشان ينقذوا باقي اصحاب. والاهم بالنسبه لروزيتا هي بنتها كوك. برنسس بتكون مع تايلر وكوني وكيلي وبيحاولوا يصلحوا اللاسلكي بعيد المدى ويتواصلوا مع ميرسر علشان يساعدهم في الدخول. وبيكون في تجمع ومظاهره كبيره جدا قدام مكتب باملا، وبتقول لمصر ازاي البغر ده يهرب منه، اكيد في حد ساعد. بيقول لها ان كل اللي واقفين بره دول مش راضيين عن الحب. باملا بتقول له خليك في حالك ورب عيالك، وبتطلب من فيجرز انها تراقب. بنروح لجيرو وايرون اللي ماشيين في وسط جيش من الزومبي وبيكونوا قريبين جدا من جنود الكومن وولز وخايفين يتكشفوا، بس ايرون بيقول لهم ان دي فرصتهم وانهم لازم يهربوا دلوقتي. لكنهم بيتقابلوا مع قطاع تاني من الزومبي، وحراس باملا واخدينهم للكومن وولز علشان يعملوا حظر تجوال ومحدش يقف ضد باملا. وفي القطر نيجن بيشكر ازيكيل على انه وقف قدام الحراس وقت ما كانوا هيقتلوه هو ومراته. ايزيكيل بيقول انه شاف الموت اكتر من مره، وفي كل مره ما بيكونش خايف، حتى لما جاله كانسر برضه ما خافش. وبيقول ان ابنك ليه الحق انه يعيش حياه افضل منه ومنه. وساعتها بس نيجن عرف انه كان غلطان كل حاجه عملها زمان مع ريكو واصحاب. ميسر بيستجوب بيوميكو علشان هروب يوجين قدام فيكرز، وهو بيمثل انه مستجوبها فعلا، وده علشان باملا ما تشكش فيه. في نفس الوقت بتجيله مكالمه من برنسس انها جايه الكومن وولس وجايبه معاها تيم غشيم عشان يهدوا الكومن وولس على دماغ باملا. قال لها انه هيساعدها وقال لها كمان على مدخل تدخل منه، وبيضطر يقفل عشان في ان في جيش كبير جدا من الزومبي قريب من الكومن وولز. طبعا جمع الفريق والمعدات وراح علشان يشوف الحوار ده. بنرجع لجيري وايرن وهما بيحاولوا يهربوا من قطيع الزومبي ده اكتر من مره، لكن الجيش كبير جدا وده طبعا بامر من باملا، لحد ما بيلاقوا عربيه. جيري وايرن وليديا بيدخلوا، لكن الباقي ما بيعرفوش يدخلوا، وده بسبب كميه الزومبي اللي مش طبيعيه. وليديا بتحاول تنقذ اليجا لكنها مش بتعرف وبتتعض من ايدها، فبيضطر جيري انه يدخلها ويقفل الباب. وطبعا هي تعرضت للعض اكيد بتودع، لكنهم مسكوها وثبتوها كويس وقطعوا ايدها علشان ما تحولش. طبعا بتفقد دم كتير وبيغمى عليه. بنروح لميرسر اللي رايح يدافع عن الكومن وولث من جيش الزومبي، لكن بتواجه مشكله وهي ان جيش الزومبي ده فيهم اللي بيشغل دماغه علشان كده قادر يطلع على عربيه الجنود ويقتلهم. ميرسر بيكون سامع في الراديو وكمان بيراقبهم وشايفهم، طبعا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، فبيبعت لكل الجنود بيجمعهم علشان يقضوا على الجيش ده. لكن بعض من الجنود دول كانوا قدام المكان اللي المفروض ديرل وبرنسس يدخلوا منه، وهنا بقى المشكله، لان باميلا عرفت من فيكرز ان ميرسر مشى الجنود من المكان ده، فعرفت انه بيخطط لحاجه. بنرجع ليوجين اللي قاعد في مكانه زي ما ميرسر بالظبط، بس بيسمع جنود الكومن وولث بيفتشوا المكان تفتيش اجباري علشان يدوروا عليه، فبيضطر يفتح لهم. ولتاني مره هنشوف جراءة يوجين، واول ما بيفتح الباب بينزل ضرب في الحارس لحد ما يغمى عليه. وبعد شويه بتفوق ليديا وبرده بتبقى مصممه انها تطلع تدور على اليجا وجولز ولو، لكن جيري بيقول لها انه هيروح مكانها ويدور عليهم وهيتقابلوا في الاخر، وبيودعهم وكانها اخر مره هيشوفهم فيه، وبيبتسم ويمشي. وديرل والشباب بيكونوا لسه عند المدخل ومستنيين ميرس، لكن اتاخر جدا. بيلاقوا باب قدامهم فبيدخلوا، ويا ريتهم ما دخلوا. باب جهنم اتفتح عليه وضرب نار وبتبقى مدعك، لان باميلا بتكون عامله لهم كمين وكمان امرت بالقبض على ميرس. طبعا فيكرز ما صدقت واخدت شويه جنود حلوين وراحت عشان تقبض على ميرس، ومن غبائها دخلت كل الجنود اللي المفروض يقتلوا جيش الزومبي جوه الكومن وولث، وده على اساس ان الزومبي مش هيقدر يعدي السور. واصحابنا بيفضلوا يضربوا فيهم، واول حد بيموت هو تايلر. بيكملوا ضرب في جماعتنا، حتى باميلا جات وكانت بتضرب معاهم نار وكانت هتقتل ماجي، لكن جوديس بتزقها وتاخد الطلقه مكانها. كل اللي كانوا بيفكروا فيه في الوقت ده انهم يخرجوا جوديس لانها بتنزف وهتموت. ايزيكيل بيرمي الطفايه في الجو وديرل بيفجر، وبيقدروا يخرجوا من المكان، وديرل بيفضل يجري بجوديس عنه، وبيكملوا جري لحد ما قابلوا يوميكو ويوجين واخدوهم معاهم. لكن بعد ما الزومبي وصل الكومن وولث حصلت المفاجاه، وهي ان الزومبي بيقدر يتسلق السور. ومش بس كده، في واحد من الزومبي طلع على السور وقتل واحد من الجنود. الجند ده وهو بيقع فتح البوابه بالغلط، وساعتها بيدخل كل جيش الزومبي للكومن وولث. العصفوره فيكرز راحت جري
لباميلا وقالت لها ان الزومبي دخلوا المكان ودول مش الزومبي العادي ده بياكلوا زبادي. تخيلوا باميلا تقول ايه، قالت لها مهمتك انك تحميني انا وسيبك من خراب البيوت واللي يموت يموت، خلي كل الحراس تتجمعوا قدام بيتي حالا وخلي شويه من الجنود يحاصروا الزومبي ويحاولوا يخرجوهم. طبعا فيكر زي ما فيش بقيتها غير انها توافق مع انها عارفه ومتاكده ان كده بتحكم على السكان بالاعدام، واصحابنا كل مكان بيدخلوه بيلاقوا مليان جنود لحد ما في لحظه ادركوا ان المكان اتملى زومبي والجنود دي كلها موجوده علشان يقتلوا الزومبي، لكنهم برضو بيدركوا انهم متحاصرين مع الزومبي ومش عارفين يخرجوا، ومن وسط الزومبي بيخرج لوكو بيروح معاهم. كيرول بتاخد الشباب وبتنزل ضربه وتقتل في الزومبي ومش رحمه حد، وكل ده علشان تدي فرصه لديرل انه يهرب بجوديس ويروح بها المستشفى ويلحقها. بيجري بها فعلا وهي طول الوقت بتقول بابا. حلقتنا كده انتهت ومش عارفين مين هيعيش ومين هيموت، واظن ان دي من اعظم حلقات الموسم حرفيا. تفتكروا ان الحلقه الجايه هتكون احسن من دي؟ ممكن، ليه لا، يمكن عشان احتمال ظهور بطلنا ريك فيها. ده اللي هنعرفه الحلقه اللي جايه. كان معاكم اخوكم جابر من قناه فيلم في 2 كلام، اشوفكم على خير.